قبل كم يوم طلبت منكم انكم ترسلوا لي بروفايلاتكم على الديسكورد، وسبب طلبي لهذا الشيء لاني ناوي اسوي اكثر من فكره ولكن منكم، وهي الفكره حتكون وحده من السلسله اللي حتصير سلسله على حسب مدى اعجابكم بالفيديو. بكل بساطه اللي حسويه اني حجيب كل رانك من كل الرانكات الموجوده بالوقت الحالي لاخليه يلعب بلوبي ماسترز، يعني برونز حيلعب ضد ماسترز، سيلفر حيلعب ضد ماسترز، وكل مره حيكون فيديو لحاله حيلعب ثلاث ايام معانا. وخلني اقول لكم من خلال ذول الثلاث ايام لو فاز بجيم واحد وجاب ام في بي او جاب ستار بلاير يعني حيحصل مني براول باس، والمتابع اللي معنا اليوم ما بيعرف ذا الشيء، فاتمنى له الحظ صراحة. خليني اوريكم بروفايل يا شباب، حرفيا الانسان من 2022 بادي اللعبة، حتى الموسم الباور ليج زمان برونز 1 وبرونز 2، الموسم الحالي والموسم الاعلى 1200 1200، فبرونز ابن عن جد. هذا اللي حنسويه يا شباب، حندخل اللوبي الماسترز. اتمنى هذه السلسلة تعجبكم، لو عجبتكم حطوا لها لايك وسوالف ذيك، لا عارف لو حكمل فيها ولا. طبعا يا شباب جبت معي هيكس لانه يبغانا واحد ثالث عشان نجيب البرونز معنا اللوبي ماسترز، ذقوا انه براول فبالحالة نقدر نلعب. الحلو الموضوع يا شباب انه لو البرونزا يعني انا اصلا ماني لاعب المعترف كثير، فما ادري اصلا لو هاللوبي الماسترز هيكون ماسترز من جد، واني حسوي كيري والسوالف ذي ما عندي الكيري، عشان كذا عندنا هيكس المحسب نفسه احسن لاعب بالحياه، صح هيكس؟ الحمد لله، والحمد لله ان اللي معنا عنده شخصيات، عنده ليفلين، عنده شخصيات؟ عنده سير، عنده ليفل. حلو. لحظه اشوف فيرست بيك، اذا ما خلي فيرست بيك ايش نعطيه؟ ايش نعطيه؟ ليون، عنده ليون، عنده ليون؟ عنده ليون هايبر تشارج بعد، حلوين حلوين، عنده هايبر، عنده ليون هايبر تشارج يا رجال. ما عنده الا ثلاث شخصيات، ماندي وسيرج وليون، احس زياده. ما اظن ان البرونز بيستمتع بال ضد جيسو بيري، ضد جيسو بيري تاخذ انت ستو، اكسير يا ولد. ايش ندوس؟ ايش ندوس؟ ساندي؟ لا ساندي مبندة. لاري بلوري؟ وشايف تدوس تانك؟ تانك؟ نفس من؟ نفس بيبي؟ دريكو؟ جاكي، جاكي بيبي دريكو اي شيء يعني، المهم انك تخش وهدك يعني تغثى بسرعة. وين جاكي؟ وين جاكي؟ وين جاكي؟ اوف لحقته. تبي الفضيحة ايش؟ ايش؟ فضيحته احسن منه. والله انا والله كذا كنت خايف مني وما افكر بذي الفيديوهات. والله لو احصائياته احسن عاد نتزل انا وياكم انتوا خلاص. ما اظن احصائياته بتكون احسن دام راح مد. اسمع عنده خطه، عنده خطه. اوكي شلت البير هنا. خش عليه البام. هذا ايش الجادجت حقه؟ اللي تنزل نسخه منه ثاني. اخر مره شفت ذا الجادجت يوم نزل. احا وي ار نوت جود، بس ويت ويت في عمل، في عمل هيكس. بشوف هيل ورا هيل ورا هيل ورا هيل. هيكس قول ايش صار فيني هناك. اوكي. تدري هيكس سويت عرض انه لو جاب ستار بلاير بجيم واحد اطول اطول حيتحول لها براول باس. ما اظن انه بيتحول لها براول باس ضدنا. يا عم والله ضدنا تشكيل حرفين بزياده. رجل شوف جيسي، شوف جيسي حبيبي، جيسي وبام وباري هيلر في هيلر ويرمي السوشيف قاعد يهيل السوبر منطق يا رجال. على الجيم الثاني بس قاعدين ننهان والله يا حبيبي. جبنا 13%. انا اقول هيك شي بيجيب كل بيجيب كل ما جاب. المشكله احنا ما نمدين اداء يعني كثير كويس، نقول على حال نفسنا كير يعني، فوضع مو كويس. هيكس الموضوع لازم اقل شيء نفوز جيم ضد معنا برونز ونحن اثنين ماسترز معرقين يلد وماسترز يلد. الهدون الهدون صعب تكرر فيها يا عمي، ماخذين شخصيات مريضه جيسي وبيري، يبي ايش اعطيكم بعد يا عمي؟ البام مسكتني وشقتني شق، بس كويس انا قاعد العب انت. حلوين حلوين حلوين، لو نفوز راوند انجاز، انا اشوفه انجاز. حلو وحش وحش، شبكت 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 يا عمي. ايه انا قاعد ادبر سوالف والله، قاعد ادبر سوالف، شقني شق اجهزه البام كل ما درعمت شقني جاب. هذا قاعد يهيلهم، هذا قاعد يهيلهم يا الله. مستحيل واحد يدفني واحد يجيب. نوي نوي نوي، ضدنا ضدنا مو بس ماستر، ضدنا متخلفين. شوف طريقة لعبهم بس والله واضح انهم يبون الايلو يا عمي. حياخذون 25 ايلو معنا برونز، ما حياخذون ايلو اصلا، استبدلوا بال 25 ايلو. ويت وين ابو الهكس؟ والله قاعدين يضحكون يقولون هنا ضدنا ماستر فيها فوز. وين ابو الهكس؟ وين ابو الهكس؟ وين ابو الهكس؟ يا عمي اذا حاطط جهاز يدف مستحيل حد ما يبغى يخسر. عنده هايبر، عنده هايبر، عنده هايبر البرونز، عنده هايبر. او 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 انا اثق انا اثق انا اثق.
يا عم يا ملك يا عم يا ملك ملك مين ملك مين جيسي سوبر تشك تشك جاب السوبر ثانية. شوف الباب شوف الباب ولا مرة وقفت من سبورتها يا رجال. اوكي اعتقد اعتقد الجيم الثاني قطص اعتقد الجيم الثاني قطص. كم الاحصائيات؟ ايش الفضيحة ايش؟ احصائياته احسن من مفروض 25 ايدو يا شباب. يا الله كمان هاتزون نفس الماب. لا 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 المعانا والله حظه خايس. قاعدين نلعب هاتزون اخذوا بارني فيرست بيك. اسمع هيك اسمع هيك اكس 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 تعرف كيف نفوز؟ تعرف كيف نفوز؟ انا جراي وانت جاكي او انت جاكي وانا جراي. حبيبي كيف اشرح لك؟ ما عندي ما عندك في داش جراي؟ تكفى هيكس تكفى هيكس ليفل 8 جراي تكفى. جاكي كم؟ تكفى هيكس تكفى هيكس تكفى هيكس 9 جاكي. لا 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 شيل القرف شيل القرف عني شيل القرف شيل 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 تاخذ دريل؟ اخ هيكس هيكس ما بنلعب ما بنفوز بدريل ما حد يفوز بدريل. الخطه هنا جاكي جراي ها ضدنا جيل بعد ضدنا جيل بعد. اوكي هيكس اوكي هيكس مع الليفل 9 جاكي شكرا هيكس. اوكي انا بعبي السوبر بحط التليبورت عندهم وانت الدرعم ها ما ادري ايش بيسوي بالدرعل بس ابغى السوبر ها هيكس ابغى اكسر البارلي بس ما قادر اطيله هيكس يلا هيكس اظن انها جيل ليه 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 كم السوبر ما اظن ان نقدر نفوز دام اللي معنا ايش حن سوبر لل يا عمي ايش سوبر زمين احنا ما هطف هتطاحط على المسكين. شوف 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 شو قاعد يصير فينا. نو واي هيكس نو واي دي مو بداية سلسلة يا رجال. اوب 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 والله والله الماب سيء والله والله الماب سيء يا عمي البارلي اوكي حقيقة سيء والله والله الماب سيء والله يا عمي نفس نمرتين نفس الماب والله مو منطق. اوف هيكس يعني هيكس ناه سوبر مرتين نفس الماب ضد نفس المتخلفين معنى معنى غصبا عنا ليون وما في جدران ما يقدر يسوي شيء يعني معنى ما معه غير ليون اللي داش يعني حتى لو تعطي ترى واحد يعرف يلعب ليون ما ما هي يسوي شيء والله هنا عادي عادي هيكس عادي هيكس خلاص يا عمي تعال نايس حلو جيب السوبر جيب السوبر هيكس حلو حلو هيكس حلو هيكس حلو هيكس حلو 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 ابد شويتين حلوة قال له شو لو 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 يا عمي تعال حلوين 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 اكس حلوين اكس فايزين 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 لا اوكي ما اظن ما اظن هذا ما علينا ذيك جهاز كان اخي جهاز الحياه شيل بارلي لو حلو اكس كان علي يسوي ثرو بذاك الجهاز يعني يعني ليون يعني ليون قاده قاده ما عندي عندك عندك بارلي شلت البارلي بس شلت سوبرت المكانه بعد كلوز كلوز جيم كلوز جيم اه كم بس هايبر طب ممكن شخصيات هايبر بعد هيكس هين هيكس اوف حلوة مش حلوة مش حلوة قاعد يسبب سوبرات قاعد يسبب سوبرات والله صراحة يعني قاعدين يسوون سبين ليه؟ انتوا تشكيلتكم مريضة ذي ما تحسبون نفسكم والله عدينا صراحة والله يا عمي نفس الماب مرتين والله خياس لا بخياس مبروك فزتوا 25 كيلو اعطلك 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 عشان يفرح فيه البيبي مبروك 25 يلو بيبي مبروك عيني ذا الجيم الاخير هيكس اخر فرصه لا ما عندي عمتك اللي يربح له براول بس نتمنى انه يفوز جيم وياخذ الساب لاير صح لازم ياخذ الساب لاير بعد شوف 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 لو انه كان ماب باونتي له امل انه مين ماند لخ مين ماند اي اسمه ماندي عمتك يا رجل والله يا رب يا رب يا رب باونتي يا رب باونتي نوك اوت باونتي يا عمي ثلاث مرات هتزون اربع مرات ثلاث مرات سيف زون هتزون يا رجل مو منطق شوف المابات بس يعني يا طب ما بس تظن كويسه ممكن بنا جاكي اظن انه ما عجب بنا جاكي حقك اعتقد انه ما يبغى ضده كريو جاكي انا افهم انا افهم انا افهم اخذ ريكو والله ضدنا حمير عندي اعطيه سيرج اعطيه سيرج اعطيه سيرج ثق ثق بالسيرج سيرج سيرج حلو حلو ليفل 10 سيرج كافي كافي هل ادوس ميد ساندي فرانك والله ما ادري صراحه يعني عندي افكر فيها لو نط عليك تضربه حلو 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 احس احس بدوس معنا هايبر ساندي هايبر فرانك maybe هيكس maybe حنفوز اول جيم لنا ويقدح السير ويجيب ستوب بلاير يزيد الوضع هيكس يزيد الوضع هيكس ريلاكس بس انا ما عندي عمتك خليه يجيب سوبراته اللي لقيتها في حضن لا مش كويس ثاني قاعد جيت ثاني قاعد جيت حلو نضيع جاهزين نضيع جاهزين عادي خلي نضيع جاهزين وحش 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 حلو نايس 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 هذا شقني وسير سير يعني يعني سير يعني يعني حلو 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 حبيبي ريكو كيف قاعد يلعب؟ اي دبل الاخ حسب نفسه احسن ريكو ذا. نا يا عمي تشكيلاتهم ذول ماخذين كل شيء ميت بالحياه وخلاص. خلاص حبيبي ريكو
اكس دافع. تعال نعمل لان في خلاص اللي ايه، لانه لو خسرنا الكنترول خلاص خسرنا كل شيء، بيقعدون بس يذبحونا. اذا شفت الليلي على طول تربع سبير سبير. افضل ديناميكو ميت يا عمي. كم سجادين ذي؟ شلت ميكو؟ نايس. الليلي وان شوت يسار ضربه؟ اذبح يصير نايس. شلت دريكو؟ سيرج يا وحش. حلو سيرج، حلو سيرج. نايس. وضعنا كويس. حاب تجيب سوبر تيك اكس حلوة. نايس. يا عمي اذا حاط لي جهاز الدمج بعد مستحيل. سيرج؟ سيرج ما تضربه. ايه مو مثل محمد لو تكسر. يا عمي سري بس. حلوة. جاني. اخر قاعد. تحتها؟ شل يا بابا. يا عمي سري خلاص. كويس. لك سيتريكس؟ كذا خش فيني انت حالي، ما قدرت تسوي شيء. ميكو بعد انتحاري يا رجال. البيكات الخايسة. 70% ماك هايبر هيكس لجي سوبر. تقدر؟ شت الليلي بس. ماك هايبر هيكس؟ يا عمي سري. شلته؟ تكفى. ميكو. هيكس؟ يا عالمي يا عالمي. وحش فيها اكس. والله ايزي. ترى اي واحد قاعد يخش عليه قاعد يدعس السيف، قاعد ينتحر معه. هذا اللي قاعد يأدي. شوف هذه تأدية فوق مستواه. اي والله والله يا عش والله مستواه ما انه سيء بالنسبة للمتخلفين ضده. انا مع برونزي يا رجال، انتوا يا ماخذ لي ريكو ليلي ميكو. شوف الريكو محسن نفسه احسن قاعدة بالحياة. سري يا عمي ليلي. ليلي له حلو السوبر هيكس. في ميكو دير بالك. ميكو تحت. يا الله القرد ذا. وقف. نايس. يا عمري هيكس. فيها هيكس. 44 45 يا عيني. وين القرد؟ القرد برا. نايس. شلت هريب. نايس. درم بس عادي يعني. نسبتها 65%. هايبر هيكس. جيب سوبر. عافية. سيري سليب. نايس. حلوة. اكس. وش تذبحه؟ يا عمي سري. ناويين القرد. خلينا نوك. حابين نسبة هنا. كو. يا عيني. يا ملك. بناء. 2% اكس. 2% حلوة اكس. سوبر. يا عيني. والله فزنا. والله فزنا. لا ولا على اللي. لا يا عم. ولا الاثنين. والله عاش. والله السرج أدى. والله يا شباب انه أدى. قاعدين نلعب ضد ناس متخلفة. ناس تشوف الايلو كانه ابوه. ايه يا حبيبي دخل سيلفر. دخل سيلفر؟ دخل سيلفر. احا. دخل سيلفر. احا. مستحيل. هذا اعلى ايلو. والله وحش. والله يا شباب كبداية سلسلة فزنا مع راندوم مع واحد برونز. يعني الحين هنشوف السيلفر كيف حيأدي. هل حيجيب ستار بلاير؟ حيطلع صعيده احسن؟ فالوضع حيكون حلاوة. ولكن كبداية سلسلة فزنا الجيم. طبعا هيك حيكون صاحبنا بالسلسلة غصبا عن. وضعنا حيكون حلاوة. يعني انت لو تشوف القرد شوف كم الليلو حقه وشوف كم الريكو. يعني الليلو حقهم كله ماستر. يعني يلعبون. و70,000 كاس ثاني. والله يا شاب انه والله انه ادى. والله انه ادى ضد ذول الناس. والله انه ادى. والله عاش. تستاهل يا عمي. اعطيك بن القلب شيلي.